اسماعيل رح لاقيه وامسكه. بهالمدينة الكبيرة وين بدك تلاقيه؟ أنا مستعد دور عليه ليل نهار لحتى لاقيه. الله يقويك. مثل اللي عم بيدور على إبرة بكومة قش، لا تتعذب. وانت شو دخلك؟ مين انت؟ انت شو إلك علاقة؟ وبعدين مو كل هالمصايب عم تصير بسبب عاداتكن وأعرافكن السخيفة؟ ميرزا سكوت انتبه على كلامك. وإلا شو راح تساوي؟ ديفران خلص، انتو الاثنين اسكتوا رجاءً. علي، ألو. ها؟ ألا مرحبا أخي ديفران. أخي راسي مشوش كتير والشرطة عم تلاحقني، تعال خدني بسرعة. تمام، وين مكانك؟ طيب أنا جاي، خليك مكانك. تمام، يلا بشوفك. شوف الغبي اتحاصر مثل الفارة. بنتي زهرة، انتي لا تخافي ولا تقلقي، نحن هلأ رح نمسكه. يلا امشي، خلينا نمسك المجنون. بابا انتبه على حالك ماشي؟ لا تشغلي بالك بنتي. خلص لا حد تخافي ماشي؟ هلأ رح يمسكوا علي، هلأ ما عاد يقدر يساوي لك شي ولا حتى يقرب منك. اسماعيل لا تتحركوا من مكانكم لخبرك ماشي؟ طيب ماشي سيدي. انتبهوا، يعطيكم العافية. روحوا لنشوف، بركي بتقدروا تلاقوني. بدكن تجننوني؟ ما بدي لا عصمت ولا قسمتي ونصيبي، لا تزعجوني أكتر. نحن ما دخلنا يا عمتي بعدين أحلام شازيمينتية اللي عم بتقول هيك؟ كل منامات اللي عم بتشوفها عم تتحقق. إيه كلها عم تتحقق، مو قلبي نظيف، كل شي بحلم فيه بيصير. سلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بعتلنا اثنين شاي على محلي. ايه تكرم عيونك يا اخي، كان عندك محكمة شو صار فيها؟ قالوا لي استنى اسبوعين، وبصراحة انا كتير خايف وقلقان. ها اخي يونس ما بصير، لا لا تستنى على الفاضي، انا بشوف لك منام او بخبرك. ولك منام؟ ايه بالمنام قلبي نظيف وطاهر، وطبعا فيكن البركة، بس الحمد لله ربي عطاني هاي الموهبة ما شاء الله علي، اي منام بشوفه بيتحقق، وكمان فيني فسر المنامات اللي بتشوفوها. ايه اخ والله ليلة مبارح شفت منام كتير غريب، ممكن تفسري لي يا شازيمانت؟ ايه طبعا، تفضلي اختي يلا عادي هون وانا رح فسر لك المنام. يلا عادي لحظة.